فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يأتي بركعة زائدة متعمدا، فهل يكون بذلك مبتدعا حيث أحدث في الصلاة ما ليس منها؟ الذي يأتي بركعة خامسة متعمدا إن كان جاهلا فإنه يعذر بالجهل، أما إذا كان متعمدا فهذا يرتد عن دين الإسلام، لأنه زاد على ما شرع الله متعمدا. يقول: ما يكفي هذا؟ الصلاة ما تكفي أربع ركعات. نعم، فهو يعترض على الله وعلى شرعه. نعم.